Ali Johnny, Le Drian, Wazir Europa, Washi'un al-Kharijiyya al-Faransi, Asliya al-Sayyida, Khustad al-Hudur al-Kharij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أود في البداية أن أشكر لكم هذا الحضور وأرحب أيضا بكم في هذه الاحتفالية التي تحتفي بالعلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية. لنفتح معا فصلا جديدا في موسوعة علاقاتنا الممتدة. وكما ذكر زميلنا مانويل هذا يوم مهم جدا ايضا في اطلاق البرنامج الثقافي لمتحف اللوفر. نحتفل هذا العام بمئوية زايد المؤسس لدولة الامارات العربية المتحدة. القائد الذي ارسى دعائم العلاقات الاماراتية الفرنسية ووضع قواعدها واسسها على ارضية صلبة لتشهد نهضة شاملة في كل المسارات. تطورت العلاقات التعاون بين البلدين مع مرور الوقت على شكل شراكات استراتيجية متميزة وروابط اقتصادية متنامية ومشاريع في المجالات الثقافية والتربوية. وقد حرصنا أن يحتفي الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي في الشيخ زايد من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع والمعارض الفنية والثقافية. شهدت المرحلة الأولى من الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي زخماً ملحوظاً وحراكاً ثقافياً غنياً على كافة المستويات، وحققنا أيضاً نتائج فاقت التوقعات. وسرنا إطلاق المرحلة الثانية من الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي من هنا متحف اللوفر أبو ظبي التي يعتبر جوهرة للثقافة وملتقى للحضارات وأيضاً ثمرة مهمة للتعاون بين المشترك بين دولة الإمارات وفرنسا. السيدات والسادة، يشكل الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي فرصة لتعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب، وهو مثال أيضا يهتدى به في العلاقات الراسخة المتينة. قبل حضورنا هنا للمسرح التقينا أيضا بممثلين من المتاحف الفرنسية في المعرض الياباني الذي ايضا اطلق اليوم ليمثل نقطة للحوار بين الحضارة اليابانية والفرنسية هنا في ابو ظبي وفي دولة الامارات. يستثمر الحوار الثقافي الاماراتي الفرنسي على قدرات الشباب، ويطلق ايضا العنان لطاقاتهم ومواهبهم، بما يوجد نوعا من التجانس الثقافي بين الشباب الفرنسي والاماراتي، وايضا يشجعهم على تنفيذ المشاريع الإبداعية المشتركة التي تبرز الثقافة والحضارة بين البلدين. تركز المرحلة الثانية من الحوار على موضوعين يحتلان الصدارة في بلدنا وهما الفن والذكاء الاصطناعي وحماية التراث المعرض للخطر، بما يخدم جهودنا في دعم الاتحاد الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع ألف. كما تتضمن هذه المرحلة مجموعة من الفعاليات المسرحية والفنية والموسيقية، إيمانا من دولتينا بأن الفن لغة مشتركة تقرب شعوب العالم وتجمع قلوبهم على المحبة والسلام، فهي لغة يفهمها الجميع. الحضور الكريم مع استئناف العام الدراسي الجديد الذي بدأ منذ أيام قليلة وكجزء من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، سعداء بإدراج اللغات الفرنسية في المدارس الحكومية. وهذه المرحلة التدريبية لأول مرة منذ عام 1988، على أمل أن تفتح هذه الخطوة الطريق أمام تعليم اللغة الفرنسية في جميع المدارس الحكومية مستقبلا. والتزاما هنا منا أيضا بتعريف الجمهور الفرنسي على ثقافتنا المحلية الغنية، ستقوم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بتنظيم أسبوع ثقافي إماراتي في فرنسا خلال شهر أكتوبر المقبل لتسليط الضوء على التناغم الثقافي بين فرنسا والإمارات، وإتاحة أيضا الفرصة للمجتمع الفرنسي للتعرف على المشهد الثقافي والفني المعاصر في دولة الإمارات. أخيرا أتوجه بالشكر الجزيل الاستفارة الفرنسية وسعادة السفير وفريق عمله هنا في أبو ظبي على جهودهم ودعمهم للحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي. شكرا جزيلا والسلام عليكم.